وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يعلن إنهاء بلاده التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات شماليه سوريا. الفيلق الثالث يصد محاولة تسلل للبيادي على جبهة دير مشمش بمحيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي وسط اشتباكات بين الطرفين. قصف مدفعي وصاروخي من مواقع النظام يستهدف مدن سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب. مقتل مدني وإصابة آخرين في قرية زيزون بريف حما الغربي جراء قصف مدفعي لقوات النظام المتمركزة في معسكر جورين. مقتل 6 عناصر من الجيش الوطني السوري الحر باشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية على جبهة بلدة كالجبرين في منطقة عزاز بريف حلب الشمالي. هيئة تحرير الشام تعدم عدة عناصر يتبعون لتنظيم الدولة أمام مطعم فيوجن في مدينة إدلب.